لكل نعوش الفناء مسامير. المسامير ينخرها الصدأ، يكسرها الزمن، تنهكها المطارق، يطحنها دولاب المصير، برادة حديد تصير، يكفنها التراب ثم كالغبار تطير. بعد أشهر طويلة من الغياب يعود الحبيب الأمين إلى مصراتة، المدينة التي بنتها وهدمها القذافي. عاشت مصراتة أحد أكثر أنواع الحصار طولاً وتنكيلاً. مصراتة دمرت الكثير من البيوت فيها، ومن بينها بيتي، شقتي. كنت قبيل الثورة أعددت لها صيانة كاملة كي يأتي لها أطفالي في الصيف. أعتقد أن أكبر خسارة كانت لي أن لا أرى الابتسامة على وجوه أبنائي عندما يدخلونها جديدة ومصانة. تأثرت كثيراً لأن بها ضاع فيها أوراقي وكتبي أبحاثي، هذه ضاعت وأحرقت بالكامل نتيجة القصف بالمدفعية والصواريخ. تلهم صور الخراب شاعر مصراتة. يذكر الحبيب الأمين أنه تعلم المشي والشعر في هذه الشوارع التي تقود إلى المدينة القديمة، حيث ولد وتربى في كنف أب كان له تأثير كبير عليه. والدي كان يعني إنسان متفتح جدا، ويجيد اللغة العربية والفرنسية كتابة ونطقا، وكان يحب أن نعيش حياة مفتحة أيضا، حياة مدنية. كان يحملنا إلى السينما عندما يختار فيلما ممتازا، كانت التذاكر السينما هو من يشتريها ويخبرنا بذلك كمفاجأة. كان يحملنا الملاهي والملاعب، كان يحملنا حتى للبحر، حريص على نذهب معه دائما للبحر. أريد أن أقول له أن نحن كما أردتنا كرماء وعصاميين مناضلين أيضا، ليس لأجل أنفسنا بل لأجل بلادنا ووطننا. أعتقد أن كامل أخوتي الآن في هذه الظروف تمر بها مدينة مصراتة مدينتي كانوا على مستوى الحدث وشاركوا أسوة بكل أبناء مصراتة. مصراتة بالكامل شاركت بعوائلها وأبنائها وشيبها وشبابها في الدفاع عنها وتحريرها. ماذا لدينا غير ارتداء البداية بأخطاء عتيقة والتعطر لكل النهايات الكئيبة، غير الحلم في ليل النفايات بحطام الطغاة بجاكوزي من الوحل الدافئ وحليب الكوابيس الفاسد. ينبلج من هذه فجر، ينبلج من هذه ثغر، أنا أهدهد جبين الشمس بإصبع وأضع في سلة القيض فجرين. هي من بعيد ترفع إصبعين، فتش عنها خاتم الصبح بقهوتها. الحبيب الأمين مفكر وباحث قبل أن يكون شاعراً. ينتمي الرجل إلى نخبة ليبية لها ارتباط كبير بالثقافة والكتاب. القراءة بدأت معي منذ الصغر، ولا أدعي ذلك، ولكن هذا ما حصل. يعني حقيقة أنني منذ صغر حتى عائلتي، وأذكر أختي الكبرى كانت متزوجة في ذلك الوقت، تعرف هذا جيدا، كان زوجها يجلب دائما الصحف والمجلات، وعندما يعود بعد الظهيرة من العمل يدخل الصحف والمجلات إلى البيت، وأنا كنت أترصده عند الباب لأن أختي كانت تسكن بجانب بيتنا. ففور دخوله للنوم كنت أطرق الباب
وأخبرها بأنني أين وضع الجرائد، أين وضع المجلات. على مستوى الإعجاب والتقارب والتأثر، أو يعني لا أنكر أنني تأثرت بشعراء أمثال خاصة يعني محمد الشطامي، وكنت معجبا به ولازلت، وأعتقد أنه سيظل ربما إلى زمن حتى بعد زمن هذا يعني رائد الشعر الليبي وصاحب القصيدة الليبية الأولى حداثيا بكل مضامينها ومعانيها بكل مقارباتها للإنسان والمجتمع. على مستوى كتابات أخرى تتعلق بالشأن الثقافي العام، بالعملية الإبداعية، بالجانب الفكري للثقافة والمثقف والأدوار، يعني لا يمكن أحد أن يتجاوز كتابات إدوارد سعيد المعروفة، يعني المثقف والسلطة وما لخص فيه من تاريخ العلاقة والجدلية المعروفة بين المثقف والسلطة والدور والواجب والمراحل والتطورات والغاية والأمل في أن تكون هذه العلاقة لصالح الإبداع، والإبداع ليس إلا. تعاطى الكتابة الإبداعية وتعاطى الكتابة المهتمة بقضايا الشأن العام، وأعتبر الكتابة رغم أنها بدأت على الورق أو على شاشة الكمبيوتر إلا أنها ممارسة يومية. بالفعل أنا لم أهتم كثيرا بالنشر الورقي ولم أهتم بالانتشار بالمطلق، ولكنني أعتقد أن لدي صوت حاضر وأن هناك قدر معقول من الاحتفاء بنتاجي الإبداعي، متورط بالفعل بحب الوطن، ومرد ذلك يعني ربما جينات وراثية أو بعض من التكوين الثقافي والتعليمي لشخصي المهني. في هذا النوع من البيوت البعيدة عن الأنظار كان الحبيب الأمين يلتقي مع أصدقائه من الوسط الأدبي. إبان حكم العقيد القذافي كان هذا النوع من اللقاءات يعتبر مجازفة كبيرة، حتى لو تعلق الأمر بقراءة الشعر أو لعب الشطرنج. طبعا الأستاذ الحبيب من الكتاب والشعراء المرموقين في فضاءاتنا الأدبية، وإنسان يعني معروف في الوسط الأدبي وفي كل اللي تعاطوا في الشأن الأدبي، هو من الشعراء الحساسين جدا. هو الحقيقة أن يعني كانت الساحة الأدبية يهيمن عليها كتاب النظام، وكنا ككتاب يعني نتحاشى الكتابة المباشرة، فكنا نستفيد من المدارس القديمة السابقة في حتى في العصور القديمة في أوروبا أيام ما قبل النهضة الأوروبية، فكانت أسلوب التورية وأسلوب الرمزية وإلى آخره. ولكن ثمت كتاب آخرون أمثال الحبيب يعني كان أكثر جرأة وكان يكتب يعني بشكل واضح، وكانت التورية لديه قليلة ونادرة وكان يدفع الثمن. يموت شعراءنا في الوعي والذاكرة وفي الآن، يموتون في المستشفى والمنفى والسجن والنسيان. يا دودة القز أينك؟ وطني المرقع بالتوت أحق بحريرك. نشرت يوم 12 مقالة كانت بعنوان جرس على قارعة الصفر،
وكانت المقالة واضحة جدا ومباشرة جدا، كانت دعوة للشعب الليبي للخروج، وفيها تحريض مباشر على النزول للشوارع. في اليوم التالي كان لي اتصال مع قناة الجزيرة، وكنت يعني على الهواء استعد للمداخلة في الجزيرة الإنجليزية. ثم دخل أخي محمد وبلغني بأن رجال الأمن موجودين بالخارج. بلغت المتحدث معي وكان يجهز ليضبط الصوت أنني الآن قيد الاعتقال، وأن تم القبض علي، وأن نستطيع إكمال المداخلة. عند وصولنا لبوابة ضخمة وسور عظيم، طبعاً عرفنا أن هذا المكان هو سجن بوستين، السجن الذائع الصيط المعروف. اليوم التالي صباحاً وقف على الباب، عرفنا بعد أنه هو ما يمثل كبير السجانين، قال لي: أنت وصلت إلى المزرعة، أنت وصلت إلى سجن بوستين، أنت ستلبس البدلة الحمراء. ثم مد لي من النافذة الصغيرة بدلة حمراء، كنت أراه وهو يضع رجليه عليها في الأرضية ويمسح بها حذاءه، وكانت بدلة قديمة جلبها من الأرض يعني. وقال لي: ارتدي هذا البدلة الحمراء لأنك أنت إلى الإعدام. شقيق الحبيب الأمين فنان تشكيلي ليبي مرموق. في ورشة محمد الأمين تم إلقاء القبض على الأخوين في الأيام الأولى لانتفاضة الشعب الليبي. منذ البداية اعتبر القذافي أن الفنان والشاعر هما عدوه الأول. هو أكيد كان شيء مؤثر، هو تلك الليلة اللي دخلنا فيها التي دخلنا فيها لسجن بوسليم كانت ليلة شنيعة جدا يعني لنا نحن التسعة كلنا يعني، وكان ممارسة العنف اللي فيها والتعامل وطريقة التعامل كانت كلها مؤثرة. ومن ضمن هذه الأشياء اللي كانت مؤثرة بالنسبة لنا هي عملية الباس البدلة الحمراء لحبيب. حوالي 3 شهور الأولى كنا في زنزانة مجاورة لبعضنا، وكنا نتواصل نحن التسعة من خلال هذه الحفر البينية اللي هي بين الزنازين. كنا نبحث مثلا عن طريقة للكتابة، فكانت هذه الأغلفة أغطية الصحون القصديرية كانت هي الحالة الأولى أو الفتح الأول لنا في السجن لاستعمالها بواسطة الضغط بالمسمار. هذا مما يذكر بالكتابة المسمارية. حبيب يريد أن يكتب، طبيعي هو كشاعر كمدون ككاتب أن هو لديه ما يختلج في داخله ويريد أن يكتب، وكان في هذه الأغطية فرصة لأن يسجل ما يشعر به، يكتب شعر. بالنسبة لي أنا وجدت في العلب القصديرية اللي كانوا فيها يحضرون لنا فيها وجبات الطعام، وجدت فيها إمكانية اشتغال المنحوتة والرسم. الرسم من خلال لف هذه الرقائق الألمونيوم، لفها والكتابة الرسم بها على الحائط. فقمت بالرسم على جداريات على حيطان الزنزانة الأولى والثانية. ناداني رمل وماء، عدت لشط الملح وشمس الرغيف، كنت في زنزانة البحر أخربش على حوائط الموج، أسائل كتابا معصوما باللا غرق عن صبوات الصواري ونزق المراكب، أففكك أصدافي المرة المخبلة بشباك الريح، أغسل لساني من صمت البر الطليق، كنت بأمان مع الوحشة وكانت الوحدة تطمئني.
بنغازي، المدينة التي انطلقت منها الثورة الليبية، المدينة التي أتم فيها الحبيب الأمين دراسته الجامعية ويعيش فيها اليوم مع زوجته وأبنائه. تغيرت شوارع بنغازي كثيرا بعد الثورة. اليوم يعيش الشعراء في بنغازي ويلتقون في حلقات تحت الشمس دون خوف. السلام عليكم. مزيات طيب محمد عمر جو تمام امور باهيه تمام والله. حركه من لما توصل الجزيره بتطلع الوفيات العكه اللي تصير في الجزيره. طريقه النص عند حبيب الأمين واسلوب السرد والنثر اللي كان موجود يعني قليل جدا كان في مدرسه الادب، وخاصه في الاعوام الاخيره في ليبيا بما يخص سقف الحداثه، فكان هو متوسع في الحداثه. يعجبني في نص في شعر الحبيب بصفه عامه وخاصه نصوصه النثريه، انه في فتره التضييق على التعبير كان يكتب برمزية، وكان يستعين بدراسته الأكاديمية، كان يخضر من المصطلحات والكلمات، فيأتي بالمصطلحات التاريخية التي درسها ويحاول أن يسقطها على الواقع. للتاريخ الليبي القديم مكانة كبيرة في حياة الحبيب الأمين وفي شعره. في الجامعة لم يتجه الحبيب لدراسة الأدب بل التاريخ، وهو اليوم أحد المختصين في الآثار الإغريقية، يكتب عنها ولكنه أيضا يكتب بها لغة شعرية ذات طابع خاص. قرينة تفسخت فصوصها، تحللت من أصبع التاريخ ونامت على ظهر تلالها، ترحلت شرفة الرفيف وسقطت في فغر الكهف آخر الرؤى. الليبو يتقلبون ذات اليمين، تمت شمس تبزغ على أنف فرعون، وذات الشمال هلال ونجم يزينان سقف قرطاج. يا أسبوتي الحزينة، هزم قنبيز واندحر صاحب الفيل، فتشي جراب بندارس لعل فيه بيثية لم تتلى، انكشي قفة كليماخوس عن إبيغراما جديدة خطت بشعر يوديسوس، لنتعلم فتح المدن ولو بقصيدة منحولة الصهيل لعلها تستنبت لنا باروكة أفكار لجماجمنا المقفرة. أنا درست في الآثار تخصص كلاسيكيات أو ما يعرف بالحضارات الكلاسيكية، اللي هي الحضارات الإغريقية والرومانية والبيزنطية حتى قبيل وصول الحضارة الإسلامية. الشعر تحديدا قائم على الصور وقائم على التلوين بالحرف والتنغيم بالمفردات، يعني في داخل الشعر موسيقى، في داخل الشعر لوحات، في داخل الشعر صور ترسمها الكلمات والحروف، في داخل الشعر سوف تحتوي بالأساطير، سوف تدخل التاريخ، سوف تستدعي الأحداث والشخصيات. هذه يراهن دائما عليها على المعرفة والاطلاع والثقافة الواسعة. الأساطير الإغريقية يعني حضارة الإغريق قامت على جانب ديني، وفرته ما يعرف بآلهة الأولمب المعروفة، على رأسهم كبير الآلهة زيوس، وأيضا منظومة من أنصاف الآلهة والأبطال الأسطوريين. الإغريق يعني احتفوا كثيرا بالأسطورة وحاولوا دائما أسطرت حتى الأحداث والشخصيات، لأنها حاجة للعيش بالخيال والترفيه الجمالي لتفسير ما فوق الطبيعة، بحيث تصبح يعني مثل ما هو موجود عندنا الآن في الأفلام. نعرف أن الأفلام فيها فانتازيا ولكن نحن نريدها، فهذه الأساطير كانت متعددة عند الإغريق وتوازت مع العبادات الدينية لآلهتهم، فهي كثيرة. الأساطير التي في شحات وفي المنطقة الشرقية من ليبيا في فترة العصر الإغريقي أو العصر الإغريقي بالكامل،
بعضها أو جلها جاء من منظومة الأساطير الإغريقية، وأتت أيضا ببعض الأساطير التي كانت نطاقها الجغرافي ليبيا. أشياء كثيرة تغيرت بعد الثورة، تغيرت اللغة، تغيرت طبيعة المشاكل، وتغيرت حياة السجين الذي لبس يوما ما بدلة الإعدام. عقب خروجي من السجن يعني كلفت بهذه المهمة، إدارة الثقافة والمجتمع المدني التابع للمجلس الانتقالي المكتب التنفيذي، وأعتقد أنها جاءت في ظروف لا تحتاجني فقط بل تحتاج كل الطيف الثقافي لإعادة مأسس الثقافة وهيكلة أدائها بالمجتمع. صدقني أنا لم أسعى عليها من قبل، ولست مهيئا أعتقد حتى فسيولوجيا أو سيكولوجيا لأداء مثل هذا. يعني الإدارات تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت، ولكن أذكر أن عبد المجيد مجدوب الفنان اللبناني ذات مرة قال عن حل إشكالية الحكم في لبنان أن يا ليت فنانا يتولى رئاسة الحكومة يريح اللبنانيين. وأهم ملف أن أراهن على أن هذه المرحلة يجب أن تقوم بحلحلته هو علاقة المثقف بالسلطة. يعني هذا أعتبر ملف مهم، أن يتحرر المثقف من وطأة وجبروت السلطة بحيث يصبح له حرية الإبداع كما يشاء وكما يريد، وأن ينتظم في علاقة جد إيجابية مع المؤسسات الثقافية الراعية لنشاطه وليست المتسلطة على نشاطه، الخادمة والموفرة لأدواته وآلياته. لا أعتقد أن المنصب يجب أن يكون هماً وشاغلاً لأي مثقف حقيقي. المثقف الحقيقي سوف ينحاز للثقافة ولن يتحالف مع غيرها ضدها، وأعتقد أني سأكون كذلك. أحبك أن تمرح حراً كباقي الشعوب بين القرون، كطفل حضارة رشيق هذبت الحرية عنفوانه. أحبك مناداة يافعة بميدان الحياة، صداك ليبيا ورجع مصير. أحبك كما أحبتك الحكمة القديمة وأطلقت على شعرك غار العلوم.